الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم نبدأ المباراة الأولى في بطولة 18 نوفمبر في مدرسة عون مجمع. نقدم لكم دعوة الفصول. الكابتن الأول الكابتن الثاني يوسف شاكر يوسف بلوشي صف شارس ثاني. الكابتن وأخوتنا الإعلاميين بتوجيه الأسئلة إلى الكابتن. كابتن يوسف البلوشي، كيف حماسك من المباراة؟ مرة متحمسين للبطولة وبإذن الله الفوز لنا. كابتن ريت، كيف بتكون عندك المباراة؟ كابتن غير، هل المباراة بتكون صعبة بما أنهم أكبر عنكم في العمر؟ لا، سهلة كذا قوة اللاعبين. كابتن يوسف، كيف بتكون تشكيلها معك؟ تشكيلتنا تكون الهجوم ثلاثة والوسط يكون اثنين والدفاع يكون واحد والحارس. إلى أين تطمح للوصول؟ هل تطمح للوصول إلى النهائي؟ أيوة. غير كيف تشكيلة معكم المباراة؟ ثلاثة دفاع، لا اثنين دفاع، ثلاثة وسط، واحد هجوم. كابتن يوسف البلوشي، من هم أبرز لاعبيك؟ رائد وسعيد وأيسر. انطلقت البطولة 18 نوفمبر بدون مفاجآت، حيث شهدت مباراة الافتتاحية فوز فريق صف 6-2 على صف 5-6. وسجل هدف الفوز المتألق اللاعب مهند الفلاحي، وحصل على جائزة أفضل لاعب الواعد وقاص ريامي. ويلعب غدا فريق صف 5-3 ضد الفريق صف 5-1. وكل الحب لكم، تحياتي لكم، أخوكم الطالب الإعلامي شيخ حمد.